انا مسؤول. انا بعد طباخ. انا اعترض. اي ماني انا بماني مسؤول صح. أي. انا اعترض حارثي ما يقط ما بي عايض عايض. انا اعترض بسام ما ابغاه يقط معنا خلاص. انا مسؤول. اسمع انا مسؤول. انا مسؤول. انا مسؤول. ماني حتى الله امانه ماني حتى ماني اول ما اكلمك على القط. اي صح صح خلاص انا مسؤول. انا عارف اجي ما بقط معك ولد. اجاز انا ما بقط ولد. اسمع زين خلاص انا بفصل. انا راح اكون مسؤول. لا انا اعترض. اسمع شوي بس. انا بكون مسؤول وانتم مسؤولين الاختيارات. انا اعترض. كل اعتراضات هالجلسه دي والله عاد اعتراضك انت فيها ما وده ولا جاب. هو ايش ابغى يعترض؟ ايش سببه؟ ايش سبب اعتراضه؟ انا اعترض. ابغاك لحالك يا علي اسف. معليش تدخل الاثنين هذولي معك يا اخي. شوف انتم معترضين تدري ايش صار؟ بدي بعلق وعلق. انت معرضين على وش؟ وش؟ ترى السالفه كلها اثنين كيس رز وثلاث كراتين دجاج. ليش معرضين؟ خلاص انا اعترض. ما تبي رز ابو عين؟ تبي رز ابو رمش؟ تبي ابو كاس؟ رز ابو رمش؟ ابو رمش. لا تسلم. رز ابو عين؟ انا اعترض بس عطر. رز ابو رمش. انا اعتقد تدري من اللي تحطه؟ تدري منو يحب ثلاث كرات؟ العسيري. ثلاث هي عسيري. تاكل كثير دجاج اليوم ولد. انت مو انت معه؟ انت معه؟ والله يا عيال. لا معي عسل. والله يا عيال. انا معدي فهد وقف. والله اللي لقيت واحد سارق دجاجه ويسوي لحاله اني لا اتفاهم معه. بعدين انت لا لا يا اخوي ما نبغى رز ودجاج. اي ما نبغى. بجيب لكم برجر. لا نبغى برست. يا اخي نبغى نواشف. نبغى زيت زيتون. نبغى تونه. نبغى جبن حامض. ترشح من يجي حق المعيشه؟ ترشح من يجي حق المعيشه؟ عطني قلم. انا اعترض. ناخذ انا اعترض. عايض انا اشوف انه بيجيب طلباتنا بيلبي رغباتنا. اسمع اسمع لا يبصرون فيك. يا انا يا محمد جابر. لا انا ما في. لا 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 احنا اصحاب مسؤوليه ساميه عشان اغمز لك يعني حتى يا شباب يا شباب الكل شركه مذيع اللي قاعد تسوونه هذا طيش. انا بكون مسؤول يا اخي. لا نعترض يا اخي. اسمع شوي بس. لا نعترض. لا من حقنا نعترض ونقول يا اخي. لا اصير مسؤول ارضي. ايوه ايوه نبغاها كذا. يا الربع اكلمكم جد والله. طيب انا الحين اكلمك عن ترشيح. طيب على ترشيح مره يا ابو شاكر. يا ابو شاكر ترشح من؟ يا لا قول لا اله الا الله. قول لا اله الا الله. حكم صل على النبي حلو والله ما غير انطقت. قال لا ترشح من يا ولد. انا بس بجمعها. انت الحين على الاختيارات هذا هو. يا انا عاد اختار يا قيس. اختار يا انا عاد. بتصير مسؤول المطبخ. انا قيس. انا طالب في الايباد. رجع من في ايباد. تجيب ايباد. نكلم زياد الشيخ. سلام والله يا عاد. قبل بعد تصويت الباب نحط عايض بسام. بس عصبت على رفستوني يا ولد. ايش جديد؟ رفستوني يا عيال. في تصويت. انا بصوت معجب. انا ولا عايض؟ الحين إيه؟ لا مسؤول بيجيب اغراض. انا ولا عايض؟ لا تغمز يا مزل. ما كان محترم تقدير تبعك. اغمز حتى انا شفتك كنت كيوي وجعان وانا داري. من المغرب احنا نعيد الذبه. عايض من نعيد الذبه. لا صح من المغرب نعيدها صح؟ والله انا صعد ابو عشك. يا شباب حمد جابر تعال صوت. تعال دقيقه جابر. يا خلاص يا اخي تست مايك يا شباب. شباب استمع يا شباب. الو بابا ارقب ترقب اقول بابا جاي جاي سبيكر. جاي سبيكر بتكلم. تعال لا تنرفزوني خليني اتكلم يا عيال. نرفزوني الله يعزك يا شيخ. ابغى اتكلم. دقيقه عند القيس. عند القيس قلم قلم. لا لا رشوه عشان صوت لك يا عيال. عشان صوت لك قلم قشر حق بروس. صح بروس اني اطم الصلعه. ايش يا غيره الرجال. يا غيره يا وقيس. يا معجب خلي قيس يصوت. يا قيس صوت. منكم سداد ما في طار. لا لا ما في طار. صوت حقده. وش يا لا عايز. عشانك نفست بس لازم تنفس. ما نفست. لا لا لا, لا خلاص صوت يا حبيبي. انا ماني من العرب في يدك انت. يلا سلمان بملحي. شفتوا انا ولد الله سلمان بملحي. انا ارشح الاسطوره بسام بن عاشق. يحيى الحق. يحيى كفو. انا اعترض. دقيقه دقيقه باقي اصوات. ابو صالح ايش قلت؟ اسمع الموضوع. الموضوع اسمع ما فيه ذمه بس فيه بطن. سلام عطيك دراع. في بطن ما في. اجوها عطهم دراع. في بطن. بدي بطن. والله ادلعكم. والله ادلعكم. والله ده رشوه. لا حرام. اعوذ بالله. هذا هذا حق. لا لا بالذمه حقتك. بالذمه حقتك. ها بالذمه حقتك. مالتك بالذمه. والله في عزيز. لعن الله الرش والمرتشي
لعن الله الراشد وانت جيب 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 الله ايش رايكم في رسالة اسمع ايش رايكم يا ولد ايش رايكم برسالة رسالة المبطنة الله يبيض وجهك حاشي كامل خلاص نرسل لكم ولد اجيب لكم ثلاث حشو ارمن سرعة ثلاث حشو ثلاث حشو ولد يلا عيض الحارثي والله ما تقبل لك شهادة من هي الاغراض بجيب لكم اغراض ليدر واحد اقلط تعال عندنا موضوع المشرع علي حرام مطبخ خلاص انا هو مسؤول انت المسؤول بس الاختيارات اختيارات اختارون عندي ثلاث اصوات لك لك يا ابو عشر كانت دعابه اعطاني اياها اعطاني لا دقيقه وقف انتم بلح اجلس اجلس عد عد التصويت عد التصويت عد التصويت عد التصويت عد التصويت ايوه ايوه امسك تصويتك منو بالذمه وامانه وضمير طيب امسك بسام انا مسؤول الاختيارات بس انا خليني اشوف انا بشوف تعصف 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 تعال انا انا شو انا شو لا 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 من حق يا اخي خلاص ما عاد لا خلاص معجب معجب لا دقيقه ما عاد ابغى خلاص معجب وين معجب بقوه هي بقوه جيب جيب راسك يا ايباد زياد الشيخ كسرت خلاص بنصوت بنصوت بس شو شوي علينا خلاص خلاص ما عاد ابغى خلاص خذها خذها عطها يلا 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 يا علي 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 دقيقه كلهم الاثنين من اجيب بسرعه بسرعه نبدا من عند زياد دقيقه ما عاد بسطح تساوى ترى اصوات دقيقه اصبر يلا دقيقه زين عاد فهد من تختار والله نحي بسرعه الله لا يحيي المسلم يلا اختار بسام بن عاشق بس روح حلو تعال تعال ابو عاشق خلينا نخلص تصريح بسام بن عاشق وانت انا اختار الاثنين كلهم يقومون لا لا واحد يا اخ يا اخ انتصاف يا زياد شيخ اختار واحد لازم اثنين يقومون بشغل لازم واحد خلاص هذا الحارث يلا ماجد عشان الطبخ ابو عاشق اثنين واحد ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة واحد لا لا انا صوت اني ما ابغى اثنين ها يا اخوي اختار الحين ما ايش قال حدك على المره اللي يمر منه قول لا لازم واحد انت بوج ما اجامل يا اخي يا اخوي ايباد زياد ما اجامل ابو زياد ترفع صوت ابشر بس سعد خشمي ابو جابر ابو جابر منعم الشعر ابو وش قصدك فلوس هذه وش معك فيها سوي ابو عاشق ابو عاشق يضبط لنا مكرونه خلاص روح روح تعال والله انا اسوي لك مكرونه بشاملكم يلا محمد الفرح من اللي يكون مسؤول اسوي بروست اسوي مكرونه بشاميل ما يعرف بسوي مكرونه بشاميل والله ما يعرف كل واحد 200 ريال ما تعرف في ذمه اسحب صوتي اسحب صوتي صوتي تروح العائد صوتك نقص اصلا راح العائد ما اصلا انت بكبرك ما حسب الحساب اسوي بروست يا بسام انت عندك بروست هذا كذاب والله العظيم لا تحلف والله لا تسوون ندومي بنفسكم بكره عارف نفسك والله دقيقه يا شباب دقيقه بسام 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 يا بسام خلاص يا بسام لا يا شباب احنا عشان خلاص بس اي ما معروف سحبت يا ابن عاص يا اخي ايش باقي تحاول فيه انت خلاص الفايز بس يتحمل كلامك مسؤول الرجال اذا قال اسمع والله الفايز بمسؤول المطبخ يا بسام 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 اصبر يا فهد نقول لا لا احنا اخترنا عايض ترى بكره ما اخترتني بجيب بجيب اغراض بجيب شيء ترى يسويها كلها انت راح يسمونك تكون مسؤول عن المطبخ يلا إيه؟ يعني دقيقه خلاص يعني اذا الحين انا جوعان اقول عاد بالله اروح اسوي لا 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 اجلس يا ابو جابر هذه كلمه ان فيها اسقاط ان تسقط علي تسقط علي لا لا علي انا بروح اتكلم معك اسمع انت تقول لو سمحت يا اسمعني الليله اسمعني الطبخه انا قاعد اتكلم اسمعني اقول دقيقه يختار محمد جابر كطباخ مساعد علي ترى ولد عم زياد الشهري طلعت والله ما ذوقها ولد عمك زياد الشهري ليه انا والله الذي لا اله الا هو اني احب اخوانك واستحي منهم الا بعرف كيف اتعامل معهم عرفت التصريف انا احب اخوانك واستحي منهم استنى ولا لا الفايز في مش تبي تدخل اخر اخر فرصة اي ابو عاشق يلا اخر فرصة اخر فرصة وش تقدمون لي عروض اخر اذا فزت انت ما حد يناشك لمدة شهرين روح ويسمعون كلامي نعم ايضا الحارثي ما يتعرضني نعم بس بشرط تفوز بالتصويت عطني صدى
تعال تعال لا مالك اسكت انا ما اجي بجنبه ما يجوز ما يجوز يا اخي ما اجي جنبه يا اخي هي ما اجي جنبه ايباد زياد ما سولف انسحب 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 ظلم 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 صوتوا لي كلهم يا اخوي رجع رجع لا لا ما لي ما ادري اسمع يا عايض ما انت اللي تاخذ المباراه تاخذها بدحم جنب قوم خايف مني ترى حضري يا شباب يا شباب الحين اللي موجودين هم مسؤولين الاختيارات زين نبي بامانه وذمه وضمير وتاكد ان وراك عيشه بتاكلها يعني انا والله اختار بسام الحين واحد عايض الحين واحد واحد بسام اثنين اثنين كم ثلاثه سعد الله تخيل انك انت فوزك بيدي انا اي اسلم يلا يا هادي بالله والله انا فوزك بيدي اي انا اقدر اخليك انت اللي تقوم على كل شيء اقدر اقول لك انا برخ لك هذا والله يلا بس قول له الله ديدي ديدي دي قول له الله وش بتوفر لنا بجيب اي بعطر برنامجك انت خالص خلاص اسمع مكرونه دجاج مو لا تسقط بجيب حاشي بجيب حاشي لا تسقط ما سقط بجيب حاشي بروست يطبخ بروست يسوي بروست هنا والله اذا هو صادق انا بعد انضملت اسمع لا لا ما بسوي بروست ما تبغى اسمع ما بروست انت تعبون نجيب بروست من برا يسوونه لكم هنا يا اخي ما نبي يوم واحد نبي نستمر ناكل ايوه ايوه ناكل نبي اهم شيء ناكل كل يوم عشاء غدا كل يوم اكله جديده خلاص انا بعلمك لباسي لباسي انا الاسبوع ما اكلت شيء خلاص كل شيء موجود دقيقه هذه بالربعه انت مسوت ولا تلاحظ انا بس اسكت الف مبروك الف 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 مبروك انا بعلمكم ايش عندي عشان ما تقولون بعدين ابى اعلمكم ايش عندي انا رجل بوفر لكم الاغراض كامله زين اللي لكم علي الوجبات الرئيسيه اللي ما مقصر فيها غدا عشاء ابشروا انا احتج اما ما اسال اكذب عليكم كذاب اختار اسوي لكم بروست خلاص انا احتج انا ابي صوتي بسام بن عشق كوهو يلا طابق يا شباب تعال شباب تعال يا بسام جحدكم اصوات اللي صوتوا لي بيض الله وجيهم بالنسبه لابو صالح اللي صوتوا لي كل واحد جابر الخوان لولا محرومين من الكبسات والعشاء اجي سجل سؤال عندي يا شيخ ما عاد اسمع المعذره ورطه ما عاد اسمع اسمع ايوه اسمع اسمع عرفتها المهم اسمع تعال عشان عوايد تعال اسمع 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 والله الذي لا اله الا هو شوف اسمع اسمع احنا اخوان نهرض قلوبنا على بعض واصدقاء اصدقاء سرينا جنب السرير يعني ما لك حيل فينا احنا اخوياك اللي لك من اسمع اضبط في لا اله الا الله اسمع اولا زين ابو عشق الاول من الاولات رجع عشان اعرف بالله يا ما اعرف يتكلم هو المهم الاول من الاولات يعرف ذا خشمك انك تبشر بس سعد ايش الاول من الاولات يطول السلامه انا والله الذي لا اله الا هو اني اخترت واختياري كان تعال بعلم عشان قبل طيب درنك بتجيب العيد غير كلامك اليوم بكره شوف انت الرجال ورجل ما علمك انك محمد بن جابر اقدح من راسه انا رجال يطول عمر السلام اقدح مين هنا علمني الحين درسني ولا تصحني لك وانت شفت ها حراق قدم لنا عرض صوت لي حراق غير انا وياك ونصوت لك سيف جليري انا اقدمك عروض انا ما عندي عروض انا ما عندي لا تخله خله هو خلاص خلاص طبخ روح روح طابخ لان احنا دافعين 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 تطبخ لنا عندك بروست عندك بروست عندك بروست يلا يلا بس عندك بروست ما عنده بروست ما عنده بروست ما عنده شيء لا دوروا بروست بكره نجيب بروست هنا الشباب دور تاكل مستويك علي دون حاجه يا ربي احرمتني من المطبخ احرمتني من المطبخ لا لا تضيق خايف النزاع جروح يجري قلبنا حسبي الله على كل من أحرمني من المطبخ حسبي الله على كل من أحرمني من المطبخ أمانة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ما سفي يا رفيق كيف أكمل هالطريق يا كثر حمل الوداع يا
كثر حمل الوداع. يلا برا 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 انت يعني ابراهيم خلاص برا يا مخرج يا عاد يا مخرج شوف انا الحق تمردسك انت كفى الحق بوبي التصريح تصريح ناري من ابو عشق المسؤول القادم بخصوص المطبخ هذا والله تحط هذا عنز مسرح فيها كيف تحط الحق يا عيال والله العظيم ساعه وقومي تروح تجي العنز وما جاء ارحب فترتي انا راح انام بالله والله تعبان والله حقتي بسم الله ما خطرت يا اخي ما خطرت لا تروح خايف النزال يلا بطلع ابراهيم يا عيال واحد يستوجعني بكل عطني بكل حب بسرعة قبل الله بكل حب دي تعال يا ثقل حمال وداع كتوتو وش اللي بعدها؟ تعال هني 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 زياد تكفي من يوم طلع زياد دقيقة لا شوف شوف اليوم ركزوا عليه ها ركزوا إذا وقف إذا وقف إذا وقف زياد راح يرفع رجله يمين انتو بكرامة أصبر سكوتر سلمان سكوتر شنو تحس فيه وانت موجود في هذا المكان مرة ثانية على التوالي؟